المظاهرات اجتماع عدد من الناس في الميادين العامة للمطالبة بأمر يرونه حقا له. وقد أفتى أهل العلم المعتبرون بتحريمها، وقد وقفت على آراء ما يزيد على 40 عالما من العلماء المعتبرين في الفتوى ينصون على تحريم المظاهرات مطلقا. هل هي من الجهاد؟ لا، المظاهرات والاعتصامات هل هي من الجهاد؟ لا، غلط، فتنة، شعر شر، ما يصلح. أنا لا أرى المظاهرات أبدا، المظاهرات كلها شر ولم تكن معروفة في السلام. فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يعلم، وهذا ليس من طريق السلام. أقول باختصار إن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين، وقد قال رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين في كل شيء نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المظاهرات ليست من عمل المسلمين ولا عرفت في تاريخ الإسلام، والاعتصامات هذه من أمور الكفار، فلا تجوز المظاهرات ولا الاعتصامات. نعم. سائل: هل يدخل في هذا الحديث من يقوم بالمظاهرات لارتفاع الأسعار ونحو ذلك من أمور الدنيا إذا وقع فيها ظلم؟ مثل هذه الأعمال هي من السفة، وهذه أشياء غير معروفة، وإنما هي من الأمور التي استجدت وتلقاها المسلمون من الكفار. مشاركة في المظاهرات السلمية هذه أمور هي من البدعيات التي لا تحق خيرا، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالدعوة إلى هذه المظاهرات وتهيج الناس على المشاركة فيها هي في الحقيقة دعوة إلى ارتكاب البدع. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فما تجد سنيا يحمل لواء هذه المظاهرة ولا يدعو إلى هذه المظاهرة إلا الهمج الرعاة. فالمظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات ليست من أعمال المسلمين ولا من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا هي من الدين الإسلامي الذي شرعه الله لعباده. أنت تقول: ما حكم من يدعو إلى المظاهرات في بلاد الحرمين؟ نقول: له مثل هؤلاء لا تفسد الأرض بعد إصلاحها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: يجب على ولي الأمر أن يقبض على أو يقبض على يد هؤلاء أو يمسك على يد هؤلاء ويؤدبهم إذا قاموا بما يفسد مصلحة المجتمع. هذه الأمور مظاهرات دي ليست من الإسلام في شيء، هذه بقايا أفكار حزب الأحرار في بريطانيا، حزب الأحرار في ألمانيا، وأمثال ذلك من أحزاب الأحرار. نقصد الحرية، يعني الفوضى. بعد هذه الفورة التي حدثت في بلادنا، بلاد المسلمين عامة لا في مصر، تحدثت في جمعة تحت عنوان: إنا في جاهلية وشر. غضب من غضب وتكلم من تكلم في هذه الجزئية، إلا أن الواقع المشاهد المعاين يضطر أي إنسان يصعد على المنبر الآن أن ينادي بأعلى صوته: لا حزبية، لأن البلية طمت والشر عم. ما حكم المظاهرات السلمية؟ ما في مظاهرات سلمية. المظاهرة لماذا؟
للإنكار على الحاكم. الإنكار على الحاكم في الشارع ممنوع، ممنوع. هكذا أمر نبينا، من كانت له نصيحة لذي سلطان قال فلا يبدها علانية. الخروج للشارع والمظاهرات علانية ولا ما علانية؟ الحمد لله. قال وليسر بها، هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا نصيحة بالإصرار، قدرت مرحبا، ما قدرت الله ما كلفك. يقول السائل عندنا داعية يقول إن المظاهرات السلمية للمطالبة بالحقوق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن النصيحة، لأن الدستور يسمح بذلك، فهل يجوز الاستماع؟ فهل يجوز هذا الكلام؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. المظاهرات لا تجوز حتى لو سمح بها الدستور. أنا أسألكم سؤالا الآن، الدخان القوانين الآن تسمح بشرب الدخان ولا ما تسمح؟ هل نقول الدخان مباح؟ طيب بعض الدول تسمح بشرب الخمر ولا لا؟ هل نقول شرب الخمر مباح؟ فالقوانين الوضعية لا تحلل الحرام. أما قول بعض الناس إن المظاهرات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنقول عجبا لكم، لما لم يفعله السلف الصالح؟